رشيد غيطاني الذي انتخبك امين عام. و ارى حدثا لافتا. فاللقاء ديال اليوم كان المغزى الاساسي منه هو لم شمل الحزب، لان كما كتعرفوا الاخوه الصحفيين هو ان كانوا هناك جوج كانوا مؤتمرين، مؤتمر ديال الخميسات اللي تنتخب فيه امين عام، مؤتمر ديال الرباط اللي تنتخب فيه الاخ كفيل امين عام للحزب. وما يمكنش ان الحزب يقودوه ربانين، كان ضروري ان واحد في الاخوه يتنازل الاخر، وما ندخلوش ما ندخلوش القضاء ونجروا ديجا الحزب بعد الوفاه ديال المرحوم الخالدي. عاش واحد الازمه، فكان مفروض ان جهه تنازل، كان توافق وتنازلنا من اجل نجاح الحزب ومستقبل الحزب ان شاء الله، وتفاعلا وتماشيا مع التوجيهات الملكيه الساميه وتخليق العمل السياسي. وهذه اشاره من حزب النهضه والفضيله، تنازل هو قوه لشق واحد التوجه جديد لحزب النهضة الفضيلة ان شاء الله. لا، نحن نؤمن بالمشاركة الفعالة والمشاركة الحقيقية التي ينبغي ان تكون لاي مكون من مكونات الاحزاب السياسية. لا ينبغي اقصاء اي حزب من المشاركة في الاداء وفي الفعل السياسي المغربي، وان يتم اعتبار الاحزاب السياسية على قدم المساواة، وينبغي ان تعطى الفرصة للاحزاب الأخرى وليست الأحزاب التي تؤتت فقط المشهد السياسي المغربي. ينبغي أن نستمع لجميع الأحزاب، ونحن نعتبر على أننا قادرين على المساهمة الإيجابية والمساهمة الخلاقة في أي فعل سياسي مغربي، كما أننا مستعدون كحزب على المشاركة في الدعوة التي دعا إليها صاحب الجلالة نصره الله والمتعلقة بالدبلوماسية الموازية. ونعتقد على أن لنا من الكفاءات ومن الأطر ما يكون ما لهم الفاعلية والنجاعة لكي يشاركوا في إنجاح هذه المبادرة.